شيخنا حفظكم الله، هل من كلمة حول ما يجري من أحداث هذه الأيام في بلدنا الأردن؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما أجمل أن يكون العبد قد حقق العبودية في نفسه، وأن يصبر على قضاء الله وقدره، وأن ينشرح صدره لما أراد الله تعالى به. حقيقة الظرف الذي يعيشه الناس اليوم إذا ما صبروا واحتسبوا ولجأوا إلى الله تعالى بالدعاء، فإن الأمر صعب وصعب للغاية. فالناس تعودوا على الكماليات، وتعودوا على الخروج من البيوت، وأنهم تمضي بهم الأوقات في مرح ولهو وأخذ للنفس على تمام حظوظها. والصبر لا يقدر عليه إلا من احتسب، وإلا من وفقه الله عز وجل. نسمع بكلمات من هنا وهناك تدعو إلى فوضى، وتدعو إلى اضطراب، وتدعو إلى مظاهرات، وتدعو إلى احتجاجات على سوء الوضع وسوء الأمن، سوء الوضع وسوء المعيشة وصعوبة الحياة وما شابه. وهذه الفوضى في الحقيقة يعني مردها إلى اللجاجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذه اللجاجة هي شر محض، والواجب على الإنسان أن يصبر وأن يعتبر، وإذا مر بالإنسان بلاء أن يكثر كما علمنا ربنا تعالى من دعاء يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالبلاء لا يقع إلا بمعصية، وقصور مع الله عز وجل ورفعه لا يكون إلا بتوبة واستغفار. فالله جل في علاه ينزل من السماء من جنس ما يصعد له من أهل الأرض، ولا يخفى على أحد أن الناس قد ابتعدوا إلا من رحم الله، وأرجو الله تعالى أن نكون منهم. فيونس لما بلعه الحوت قال: إني كنت من الظالمين. المؤمن الفطن الذي يعلم سنة الله تعالى في خلقه يعلم أن البلاء لا يقع إلا بقصور ومعصية، والواجب على الإنسان أن يرفع هذا القصور بالاعتراف والإقرار مع الإقرار بما أنعم الله تعالى عليه. ولذا كان دعاء سيد الاستغفار أن يذكر العبد نعم الله عليه، وأن يقر بها، وأن يعترف بذنوبه وتقصيره. فالواجب على الناس هذه الأيام ما ندعو إليه في كل آن وحين وفي كل وقت في كل الأحوال التي نعيشها. وعنوان كلامنا ذاك الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصح عنه إلا أن معناه فيه حكمة وهو صحيح: كان الناس يقولون إمام غشوم خير فتنة من فتنة تدوم. ونحن في بلادنا ولله الحمد والمنة نعيش بخير وبأمن، ونفخر على كثير من الأقطار المجاورة لنا بالأمن الذي نعيشه. فالواجب علينا أن نحافظ على أغلى
وأعلى نعمة امتن الله بها على الناس، وقد قرنها الله تعالى وآمنهم من خوف، فقال فآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. فالواجب أن يعلم الإنسان هذه النعمة العظيمة التي امتن الله تعالى بها على أهل مكة، لما قال الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فأهل مكة كان من حولهم يتخطفون ولا يعيشون بأمن. فالواجب على كل عاقل أن يعلم أننا على يعني محك، والواجب علينا أن نحفظ على أكثر نعمة امتن الله تعالى بها علينا. كيف لا، والظلم ولله الحمد والمنة ما وقع. وإذا جادل بعض الناس وأرادوا أن نتكلم وأن نتنزل معهم على سبيل الافتراض، فنقول أنت ظلمت ولم تأخذ كل حقك على الوجه الذي تحب. هب أن الآن يوجد فوضى، فإذا كنت قد فاتك شيء فالفوضى يفوتك فيها كل شيء، يفوتك فيها كل شيء. وفي الفوضى لا تكون الغلبة إلا كأهل الغاب، نسأل الله العافية، إلا للأقوياء. ولعل بعض الناس يعملون على فوضى منظمة لا قدر الله تعالى، ومن صنع هذا فهذا على جرم عظيم. والواجب منا جميعا أن نحذرهم وأن نحذر منهم، والواجب علينا جميعا أن نشكر نعمة الله تعالى عليه. الصبر لا بد منه، المرحلة التي نعيش مرحلة صعبة ونحن مقبلون على رمضان، والواجب علينا أن نكثر التضرع والتوبة. والله جل في علاه الأمر بيديه، هو الذي يغير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنصيحتي بإيجاز أن نبتعد عن الفوضى وأن نبتعد عن الفتن، وهذه الفتن تكلمنا عليها كثيرا وحذرنا منها مرارا، ولا سيما أن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخروج هو يعني هي فتنة متجددة إلى قيام الساعة. فمثلا عند النساء من حديث أبي برزة قال قال صلى الله عليه وسلم يخرج، انتبه معه، انتبه إخواني معي، يخرج قال في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، هذا الخارجي كأن هذا منهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال بعض أهل العلم أخبر صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث أنهم يعني الخوارج يعني لا يزالون يخرجون إلى زمان الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا أولئك الفئة المختصين بذاك المعسكر الذي كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه. ويؤكد هذا ما عند ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. انتبه الآن، قال كلما خرج فرق قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. ولذا شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة لما يعني ذكر هذا الحديث وخرجه بوب عليه بقوله استمرار خروج الخوارج. فهنالك دوافع وهنالك موانع، فالدوافع والمثورات لخروج الناس كثيرة، والموانع من هذه الخروج أن نلتزم بدين الله، وأن نلتزم بالوحي، وأن نلتزم بمنهج السلف الصالح، وأن نفهم دين الله جل في علاه على النحو الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. وأخيرا أنبه على مسألة مهمة، أن ثورة أو خروج الحسين رضي الله تعالى عنه ما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مدح رجوعه
وأن الله يصلح به فئتين كبيرتين كما ثبت في الأحاديث. فالخروج وشق العصا هذا ليس محمود في دين ولا في وحي، وإن زينه الشياطين أو زينته العقول أو طر الناس إليه في وقت، هم في الحقيقة أحوج ما يكون إلى الأمن حتى لا يفقدون كل النعم. هذا والله تعالى أعلم، وهو سبحانه الموفق. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. شيخنا مدح رجوع الحسن وتخليه على الحكم. الحسن أقصد الحسن رجوع الحسن أقصد رجوع الحسن رضي الله تعالى عنه. نعم. شيخنا وقد كان لكم حديث قديم فيما سمي قديما بالربيع العربي حول هذا، ونفع الله بكم كثيرا، وكان هذا كلام مشايخنا. شيخنا، من غريب ما نسمع هذه الأيام قول من يقول تلك كانت مواقفكم، مواقفكم كانت في تحريم الخروج، ثم الدولة منعتكم من الخطابة والتدريس. ما تعليقكم شيخنا على مثل هذا الكلام؟ بارك الله فيك. حقيقة تعليقي أن مواقفنا مأخوذة من النصوص الشرعية، والنص الشرعي سمته الثبوت، ولا نغير ولا نبدل، لا نغير ولا نبدل، ولنا ولهم علينا السمع والطاعة، والأثر التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم نصبر عليها كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فالواجب علينا الصبر، والواجب علينا الدعاء، ونحن نعلم حقيقة ما يجري، وأن الخير هو المآل إليه، وهو الذي ستستقر عليه الأحوال كلها بإذن الله تعالى. وكما نتكلم ونحتسب فإننا نسكت ونحتسب، فسكوتنا نحتسبه وكلامنا نحتسبه، ونرجو من الله تعالى الأجر والثواب.